اهلا وسهلا فيكم في مطبخ أمولة للكيتو واللو كارب والاكل الصحي. يلا نشوفوا طريقة تحضير فطير السبانخ او كيش السبانخ في نظام الكيتو واللو كارب. شوفوا مقادير وطريقة تحضير كيش السبانخ او فطيرة السبانخ. عندي القالب هذا، عندي البيزك متاع السبانخ، هذا قالب مفتوح. نشوف العجينة منين تتكون. تتكون من كوب دقيق اللوز، عليها نص ملعقة ملح، عندي ألياف القمح، ألياف القمح نص كوب ألياف القمح، وعندي ربع كوب جلوتين. نخلط مقادير العجينة، وعندنا نص كوب زبدة طرية نحطها نغششها في العجينة، معها ملعقة صغيرة زيت زيتون، ونخلطها. بعدين نستعمل ايدي باش نخشش الزبدة في دقيق اللوز والألياف القمح والجلوتين. نشوف هل الزبدة هذه كافية، هذه كلها ملاحظات لازم نتعرفوا عليها. نخليها زي فتات الخبز، تعطيني زي عجينة البيستري ويسموها عجينة الزبدة. بصراحة وصفة رائعة جدا، جميلة العجينة هذه، ما نحسوش لا بطعم اللوز لا بالجلوتين لا الياف القمح. تعطينا قرمشة حلوة مع السبانخ والجبن. بعد ما دخلنا الزبدة في الدقيق اللوز تكون بالشكل هذا زي الفتافيت. عندي بيضة، نضيف لها بيضة من حجم الصغير، هذه بيضة حجم صغير، إذا حجم الكبير ناخذ النص. هذه بيضة، وعليها ناخذ ملعقة مية باردة، وعليها نقطة خل، هذه بنعجن بها. نشوفها تتلم، ما نبغاش عجينة سائلة، نبغى عجينة متماسكة تماسكت بروحها تمشي بروحها من غير البيضة. لازم تكون حجم صغير بالمقدار، هذه لازم بيها حجم صغير لأنها التمت تمت مع بعض. التمت لي هذه عجينة تشبه عجينة البيستري. ونشوفوا كيف نفردوها في صاج الفطيرة. عجينة ساجة نفردها في الصاج، نفضل نمسحها بالزيت باش تساعدني نفردها، نلبسه من الجوانب، نسكر الجوانب مش بحال نركب العجينة فوق، لان بها بطبقتين، طبقة من القرمشة هذه هي تحت. فردتها بالشكل هذا، خليت الجوانب نازلات، ما بيش نخليهم فوق، وفي شوكة نبيهاش تنفخ، نبيها نازلة تحت، نبيها هابطة، العجينة هابطة بس بنفس الوقت تكون قربشة وجميلة. نحط العجينة في الفرن لمدة 10 دقائق لنشوفها تحمرت شوية ومسكت. ونشوفوا بنحضروا خلطة الكيش اللي تمشي مع السبانخ. عندي ملعقة زبدة، عليها ملعقة زيت، ونحطهم على النار خليهم يدوبوا شوية. نبي ندير صوص زي صوص البشاميل اللي بيمشي مع السبانخ. هذه الأثناء عندي ملعقتين من دقيق الترمس، هذه ملعقتين أكل من دقيق الترمس، وعندي ملعقة أكل من ألياف القمح. وين خلطهم؟ خلطهم مع بعضهم، نبيهم يعطوني التحميرة شوية زي ما نحمروا في الدقيق زمان. نحمر دقيق الترمس وملعقة ألياف القمح، لأن نشم تطلع لي ريحة زي ريحة الدقيق.
نتخلص من اي ريحه لدقيق الترمس، لكن رغم نشتغل فيه لكن ما فيش اي ريحه. انت يتداخل مع الزبده والزيت يعطيني طعم رائع الترمس. بدا دقيق الترمس يتحمر، نبعد شويه عن النار، نبدا باضافه حليب. حليب اللوز من غير سكر، نضيف ونحرك نخليها لين تغلي، لين يقعد الخليط كثيف شوية، ونحاول نذوب أي تكتلات الترمس. نحاول نذوبها، أنا ما ضفتش ملح ولا فلفل ولا شيء في الوقت هذا، مش هنضيف أي حاجة. نستمر في التحريك لين يغلي الخليط، نشوفه كيف يتكاتف. الخليط بدأ يتكاتف شوي شوية، نطفي النار نخليها تبرد شوية ونشوف الخطوة الثانية. دي الكريمة اللي حضرناها مع بعضنا ما زالت ساخنة. عندي كريمة الطبخ، نضيف لها تقريبا ملعقتين أكل، نخليها على جنب. عندي صحن، عندي 4 بيضات عليهم توم بودر، بصل بودر، كركم، فلفل أبيض، وملعقة ونص ملعقة صغيرة بيكون بودر، يعني المنكهات اللي تحبوها، وطبعا ملح. نخلطها، نحطها هنا، نضغط المقادير كويس. وعندي من الصوص البشاميل نضيف مقدار عليه، نخلي الباقي على جنب، نخلطها. عندي مقدار من السبانخ طبعا مقصول وقصيلة، كل ما تكثر السبانخ يطلع فيها طعم حلو وجميل. هذا مقدار عائلي، نصب لها من الصوص اللي حضرناه سابقا، صراحة صوص رائع، ونخلطها. نشوف الأجبان أي نوع أجبان. عندي ملعقة أكل كبيرة من الجبنة الكريمي حتى مذاق تعطينا الرطوبة. عندي جبنة الشيدر، جبنة شيدر، جبنة الشيدر، ونخلط لين يتخلط الخليط مع بعضه، ونشوفوا كيف نحطوها على العجينة الباية. عجينة طلعناها من الفرن وخليتها تحمرت من الجوانب وشوية من فوق، وتطلع لي بسهولة، صراحة عجينة روعة. تو باردة يعني نقدر نحطوا الخليط عليها. عندي الخليط اللي حضرته معكم سابقا، بسم الله نحاول نسوي من الجوانب مع بعضها. إذا كنت تضيفوا إضافة فوق جبنة ضيفوا، بس أنا كافي الجبنة، يعني نحب اللون الأخضر يطلع يبان عليها. طبعا مشغلين الفرن، شغلته على 180 درجة، بس أنا عندي جبنة الفتة، نحط طروف صغيرات هيك تقعد في الفرن حوالي بين 20 دقيقة و30 دقيقة. أكيد تعرفوها نين تتحمر تعطينا اللون الأحمر، ونين تجف. كيش أو فطيرة السبانخ جاهزة، نمشوا على الفرن. طلعنا فطيرة السبانخ أو كيش السبانخ من الفرن، قعد لي نص ساعة، نتأكد إنها جفت المية، تأكدت إنها تحمر من جوانب، يعني الكيش جاهز. ما نقدرش نقرأ إلا بعد ربع ساعة نص ساعة، يعني يجف شوية ويبرد شوية ونطلعوه من فطيرة السبانخ أو كيش السبانخ. برد شوية، مش نقدر نطلعها من القالب، نشوفها تطلع ولا لا. نقول بسم الله، شوف تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. هي ما زالت دافية، وكل ما تكون دافية أحسن، لأن لو تبرد صعب إني نطلعوه. هذه الفورمة اللي كانت فيها، وهذه فطيرة السبانخ متماسكة،
نفتحها من وسط، فيها الطبقة اللي تحت تقرمش. قصينا الكيش، نشوفوها من جوا قاعد ساخن مازال. هذه من جوا، هذه الطبقة المقرمشة، وهذه طبقة السبانخ مع الجبنة ومع صوص البشاميل، قوام عالي. هذه الطبقة وهذا السبانخ، صراحة طبق رائع جدا وراقي، ويحتاج باش شوربة، يحتاج سلطة، وإن شاء الله صحة وهنا مع كيش السبانخ.